شهدت الحدائق والمتنزهات العامة والأندية ومراكز الشباب إقبالا من المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك. وكعادتها كل عام حظيت حديقة الحيوان بالجيزة بأكبر نصيب من الزائرين الذين توافدوا عليها منذ ساعات الصباح. سقفة حلوة كمان سقفة جمال وهات حاجة حلوة من عندك في الهدية بتاعتي ايه تهزلوا مهزة. منذ أن فتحت حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور الساعة 8 صباحا توافدت الأسر المصرية والشباب والأطفال إلى الحديقة والتي أعدت برنامجا مميزا لزوارها. احنا عملنا أولا منظومة نظافة على أعلى مستوى، الحديقة نظيفة طوال اليوم وتهذيب للمساحات الخضراء، تهذيب للأشجار. الحقيقة برضو عملنا خدمات ترفيهية زي مدينة ملاهي متكاملة، عملنا الحقيقة خدمة الطفطف والعربيات الجولف كار دي تتنقل داخل الحديقة. يمكن برضو في معالي وزير الزراعة افتتح برضو مشروع مهم جدا، هو مشروع حديقة الحيوانات الأليفة، وده بيتيح للزائر تفاعل مباشر مع الحيوان، يقدر ياخد سلة غذاء كده ويأكل الحيوانات دي ويتصور معاها. هذا التطوير الذي شهدته حديقة الحيوان والذي تجلى واضحا في التنوع في أنواع وأشكال الحيوانات إضافة إلى التنظيم شعر به الجمهور وأشادوا به. فسحة وطول الشهر بنشتغل، ما بناخدش فرصة غير في العيد يعني، عشان العيال تتفسح وتفرج على الحيوانات اللي فيها. ده العاب جديده للاطفال يعني ترفيهيه غير الحيوانات اللي هم يتفسحوا، وشايفه في نظافه في نظام، مفيش خوف مفيش قلق، الواحد يعرف يجي لو حاجه حصلت الحكومه بتبقى واقفه. كل حاجه جديده فيها، حاجات حلوه كتير يعني، الاسد جديد الغزال جديد، حاجات كتير حلوه فيها كتير. المكان صغير عن اخر مره يعني كنا جينا فيه، كان اخر مره كان برضه حاجات قليله، ومكان الصراحه جميل وحلو ونظيف وفيها حاجات كتيرة حلوة يعني، وفي جبلات بتاع القرود وفي أسودة كبيرة حلوة كتيرة. حراس حديقة الحيوان بالجيزة أعربوا عن سعادتهم بهذا الإقبال الجماهيري خلال أيام عيد الأضحى المبارك. الشمبانزي من الحيوانات اللي بتحب الأطفال، تحب تتعامل مع الأطفال الصغيرة، بتهزر معاهم. طبعا الشمبانزي بيجي عشان خاطر الأطفال، بتيجي عشان خاطر تتفرج على الشمبانزي على الحاجات الأعراض اللي بيعملها. وطبعا الشمبانزي من الحاجات المهمة جدا، بيرسم، بيعمل حاجات كويسة، ممكن تديله أي حاجة يلعب بيها، لعبة أي حاجة يعني، من الحاجات اللي هي الحيوان اللي بيشد الانتباه للطفل. يوم ممتع وشيق يستطيع الزائر لحديقة الحيوان بالجيزة قضاؤه خلال أيام عيد الأضحى المبارك، سواء من خلال الاستمتاع بالملاهي التي وفرتها الحديقة أو من خلال حديقة الحيوانات الأليفة التي يستطيع من خلالها الزائر إطعام الحيوانات المختلفة. لمياء موافي، التلفزيون المصري.